يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالحرام كقول كثير من العامة بالحرام أنني فعلت كذا، ما حكمه؟ هذا يعتبر تحريم، هذا يعتبر تحريم، يعتبر من الأيمان، يعتبر من الأيمان. إن كان قصده زوجته حرمها فهو ظهار، وإن قصد طعام أو شيء أو هذا الفعل حرام عليه فهذا يمين، فيه كفارة يمين. نعم، هذا من صيغ اليمين، لأن تحريم الحلال يمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال سماه يمينا مكفرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وتحريم الزوجة إما أن يكون طلاق حسب نية الزوج، إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى يمينا فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو ظهار. نعم.